ياسين والقرآن الحكيم. إذن هون قسم. طب قسم بياسين ولا ياسين والقسم فقط بالقرآن؟ وهو برضو إذا أقسم بياسين، وإحنا بنعرف على فكرة في القرآن في عندك صاد حرف واحد والقرآن ذي الذكر، قاف والقرآن المجيد، نون والقلم وما يسطرون، ثلاثة حرف 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 وأقسم بعدها مباشرة. هل هو قسم بالنون وقسم بالصاد وقسم بالقاف؟ وإيش خصوصيتها إذا قسم فيها؟ وإذا بتلاحظوا صاد سميت السورة صاد، وقاف سميت السورة قاف، ونون سميت القلم. في ثلاث من حرفين برضو، ثلاث سور فاتحتها من حرفين، ياسين والقرآن الحكيم، حاميم الزخرف، حاميم والكتاب المبين، حاميم والكتاب المبين الدخان. إذن ثلاث 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 فواتح مكونة من حرف، وفيش غيرها طبعا من حرف، صاد وقاف ونون. واضح انه في قسم. هل هو القسم فيها هي ولا كمان فيها وفي القرآن؟ صاد والقرآن ذي ذكر، قاف والقرآن المجيد، نون والقلم وما يسطرون، ثم حرفين فقط. إذن ثلاثة وثلاث فقط، ثلاث ثلاث فقط، ياسين والقرآن الحكيم، حاميم والكتاب المبين، حاميم والكتاب المبين، السورة 43 والسورة 44 في ترتيب المصحف اللي هم الزخرف ودخان. إذا أقسم بهذه الحروف معناته وراها أسرار عظيمة، معناته وراها أسرار عظيمة. ياسين طبعا إيش المقصود؟ المقصود على فكرة مش المقصود دائما في قضية إعطاء الدروس فقط مجرد إعطاء معلومات، لا، برضو إثارة الانتباه والدعوة إلى التفكير. وهناك تخصصات مختلفة، لو كل مسلم من خلال تخصصه ونظرته الخاصة بدأ يلاحظ ويعطي، هذا بصير الله بيفتح على هالأمة. ياسين والقرآن الحكيم، طبعا طالما الواو واو قسم جاءت القرآن مجرورة، والقرآن الحكيم. الآن القرآن معروف وسبق تحدثنا عن معنى القرآن. القرآن الحكيم، القرآن الحكيم في ايش؟ لا، ما هي لأنها جاءت في صيغة القسم، يس، لأنه سبق القرآن أقسم بأكثر من شيء وراء بعضه، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، مش هيك؟ ممكن تكون الحروف هاي فيها يعني تحتمل معنى أنه أقسم فيها، تحتمل، وبتحتمل أنه ما أقسمش فيها، لأنه لو سوقت بحرف قسم كان خلصنا. ما هو في قسم اللي هو القرآن، احنا بنتكلم انه ياسين هي قسم، ياسين والقرآن الحكيم انك في احتمال يكون قسمين، في احتمال يكون قسم. اما لو سبقت ياسين بحرف من الحروف المعروفة في القسم زي الواو بشيك والتاء، ما هي من حروف القسم يقسم فيها الى اخره، كان ممكن قلنا انه قسم، بس هي بتحتمل. الحكيم يعني وكأنه بده يقول على فكرة سبحانه وتعالى انه القرآن كافي يكون دليل ان محمد صلى الله عليه وسلم رسول، القرآن لحاله بكفي، لانه يقسم بالقرآن وحكمته العظيمة اللي هي كافية، عظمة القرآن وعظمة حكمته كافية لتدل على ان محمد صلى الله عليه وسلم ايش؟ رسول. ولذلك اذا بتلاحظوا على كر العصور القرآن قاعد ايش؟ عفوا، هاي كلمة قاعد. القرآن زي بعض الناس بيعترض على الفلسطينيين،
بقول كيف بيجمعوا احيانا كلمات مع بعض مضحكه، بقول قاعد بيمشي، طب ما هو بيمشي ولا قاعد؟ مشيك الى اخره. هذا من الغرائب اللغه الفلسطينيه مثلا، قاعد بيمشي، قاعد ويمشي. المهم هنا اذا هي لهجتنا مش اكثر، طريقتنا في التعبير. اذا القران بعظمته والقران بحكمته يكفي ان يكون دليل. ولذلك كما قلنا كل ما تقدم الزمان وازداد وعي البشر، وخصوصا بعد عصور الانفجار المعرفي، بدأت الناس تأخذ من القرآن، وأصبح يعني إثبات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم أمام البشرية كلها سهل، إنه محمد صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم. إذن هنا القسم ليلفت الانتباه سبحانه وتعالى إلى إنه القرآن وما فيه كافي ليثبت أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول. إذن ياسين، وكمان ممكن ياسين بتثبت كيف إذا فيها أسرار، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين.